السلام عليكم، تحية للإخوة الإعلاميين على تتبعكم لما يجري على الساحة النقلية. معكم الأخ منعم خالد، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للمسافرين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. الإخوان، القطاع ديال النقل قطاع فعال في الاقتصاد الوطني، وحنا الان لما نناقش هذه القضايا هذه التي يتخبط فيها قطاع النقل كالمحطات الطرقيه، نحن نحاول ان نكون حلقه وصل ما بين الادارات وما بين المواطنين، باش هذا القطاع هذا نزيدوا به القدام باش يساهم في الاقتصاد الوطني. حنا الهم ديالنا كفاعلين اقتصاديين في قطاع النقل الطرقي للمسافرين، نحاول ان نوصل الهموم حتى ديال واحد الشريحه ديال المستعملين ديال هذا القطاع هذا للجهات الوصيه. المحطات الطرقيه في المغرب فعلا انها ولات تشكل واحد العائق للاستمراريه ديال هذا القطاع هذا والنجاح ديالو، وكتاثر كذلك حتى على المرتفقين ديال اللي هما المواطنين، لاننا حنا مجبرين حنا كناقلين والاداره كذلك انها توفر للمواطن اللي هو الاساس ديال هذا القطاع هذا، توفر له واحد المرفق يليق بالتطلعات ديالو باش نزيدوا لقدام ونطوروا هذا القطاع هذا. لهذا حنا كنطالبوا السلطات المهتمه بهذا المرفق هذا انها توليه العنايه الكافيه، لا لشيء الا لتطوير هذا القطاع هذا والنهوض حتى بالمدينه، لان المحطه ديال مكناس كباقي المحطات ديال المغرب كيف تشوفوا تعرفوا واحد التدهور هذه السنين التاليه، هذه التدهور ديالها من العديد ديال الجوانب، لا من ناحيه ديال البنيات ولا من ناحيه الخدماتيه. حنا الان تنحاولوا اننا نمدوا يدينا لجميع السلطات اللي مهتمه بهذا الموضوع هذا باش اننا نتعاونوا على هذا القطاع، لان حنا ماشي في صراع ولكن حنا في اطار التعاون تنحاولوا اننا نوصلوا هذا المرفق هذا لواحد المستوى اللي كيليق ويشرف جميع المدن المغربيه، لان المغرب بلد سياحي والمحطات الطرقيه هي المدخل لجميع المدن المغربيه، فمكناس المدينه السياحيه المدينة الأثرية خاص تكون عندها واحد المحطة اللي تليق بها، وتكون واحد المحطة نظيفة وواحد المحطة اللي غادي تعطي واحد الصورة جميلة لمدينة مكناس كما هي مدينة مكناس دائما. ونتمنوا أننا نوجدوا واحد الأذان صاغية للعمل جميعا ونتشاركوا جميعا باش نوصلوا هذا المرفق هذا للمستوى اللي كيطمحوا له جميع المغاربة. وتحياتي للإخوة الصحفيين وشكرا لكم، وليلة لقاء آخر إن شاء الله نتدارسوا فيه بعض القضايا اللي راها مطروحة على الطاولة بتعمق أكثر إن شاء الله. السلام عليكم وشكرا لكم.